عرفنا في مباراة ننتظر فيها المتعة وننتظر فيها والحدث الأبرز على مستوى العالم كما هو معلوم وكما خصوصا الجانب الفرنسي لاحقنا هم حاول أمامنا ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. كلا المنتخبين لديهم انطلاقة والبحث عن كرة عرضية والكرة إلى خارج أرضية الملعب تمريرة عن طريق كوباميلو يحاول أمامنا كوباميلو تمر كرة كوباميلو تقدم وتسديد يا سلام كورة كانت أمامنا ومحاولة نجمهم اللاعب سافانيري يلعب داخل منطقة الجزاء التسديدة وإلى خارج أرضية الملعب وكرة داخل منطقة الجزاء محاولة لتسديدة وإلى خارج أرضية الملعب تمر إلى خارج أرضية الملعب يعني الصمت الجماهيري واضح تماما تأثيره هنا التسديدة محاولة كانت أن تستيقظ معها المباراة ولكن جار منتخب البافانا المرور الهدف هنا ولكن برناردوني بالتصدي انطلاقة وتمريرة داخل منطقة الجزاء يا سلام ولكن ضاع كرة تسديدة وإلى خارج أرضية الملعب تمر الكرة خطأ هنا موجود أمامنا وكرة تبحث عن درب المرمى التسديدة وإلى أحضان حارس المرمى الكاسي والمحاولة للتقدم والتسديدة ولكن إلى خارج أرضية الملعب وهنا العرضية داخل منطقة الجزاء والمحاولة إلى أحضان حارس المرمى لا أو كوناتي هنا العرضية والمحاولة لمنتخب جنوب أفريقيا وركلة جزاء للبافانا لقطة هنا أمامنا والكرة ملعوبة تسديدة ضاعت الكرة لقطة ومحاولة هنا أمامنا في لحظات أخيرة من عمر المباراة الحاولة وإلى حارس المرمى تصل إلى حارس المرمى كرة ومحاولة حاضرة مرت مباشرة إذن هواغو قاد تلك المباراة هنا المحاولة والتسديدة إلى خارج أرضية الملعب المنتخب السعودي كان بقيادة ناصر الجوهر بعد النتيجة داخل منطقة الجزاء هنا الاستخلاص والفرصة وغلطة الشاطر بهدف البافانا يدون الهدف الأول في المباراة وغلطة الشاطر يانغونو بهدف ويا برناردوني بهدف يأتي للبافانا بصورة تأتي بعد ذلك كرة عائدة تسديدة وإلى خارج أرضية الملعب حاول كانت موجودة أمامنا وكرة كان العرضية تمر الكرة مباشرة والتسديدة وإلى أحضان حارس المرمى فرنسي تابويني يلعب الكرة تابويني داخل منطقة الجزاء والتسديدة يأتي هدف التعادل عن طريق يدون هدف التعادل للمنتخب الفرنسي بعد طول انتظار لهدف أول جاء من جانب منتخب جنوب أفريقيا وبعد ذلك جاء الرد من منتخب والتسديدة وسهلة إلى حارس خطأ هنا أمامنا ومحاولة التسديدة إلى أحضان حارس المرمى والتمريرة العرضية داخل منطقة الجزاء والهدف يأتي هنا أمامنا محاولة والكرة إلى أحضان حارس المرمى ومن جانب تيبوه يسجل الكرة في الشباك معلنا عن الهدف لصالح منتخب جنوب أفريقيا هدف إذن يأتي من جانب منتخب جنوب أفريقيا تقدم للأمام ومحاولة
العرضية داخل منطقة الجزاء والرأسية، يا سلام! هنا التعادل يأتي ينوّن ثاني الأهداف لصالح المنتخب الفرنسي ويعادل النتيجة للمنتخب الفرنسي بانطلاقة جميلة. ثوب الجزاء والمحاولة لكرة رأسية من جانب منتخب جنوب أفريقيا، وهنا التسديدة، الله! البافانا بافانا، البافانا بافانا، تسكت الديك الفرنسي، وبافانا بافانا تدون هدف من الأهداف الجميلة والخالدة في هذه البطولة، هدف أولمبي يليق بالألعاب الأولمبية، هدف بمثابة ميدالية ذهبية. المدرجات التي هنا محاولة، والكرة داخل منطقة الجزاء، والإبعاد يأتي بعد ذلك، يأتي الإبعاد وركل الجزاء لصالح منتخب فرنسا. يقل الشباك، التقدم للأمام، وهنا التسديد، الله! كرة ليست للصد وليست للرد، ليست للصد ابدا، هذه فقط تاتي بها للشباك وتشاهدها وتستمتع بها هنا في سقف المرمى، بل سقف المتعه، يضعها الحاضر امامنا ويضعها في الشباك وينفض. تلعب داخل منطقه الجزاء، وهنا الاستلام ياتي والتسديده، محاوله للتسديده، الله! الديك الفرنسي يعاود للصياح، وهي أجمل صيحة، وهي أجمل صيحة، صيحة الانتصار، صيحة الأفراح للديك الفرنسي، تأتي في لحظات أخيرة وصيحة الختام، وما أجملها من ختام، بل مسك ختام هنا. This will be fun.